بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم يا عطشان، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تم غال. غالها خسف ردى واغتالها بصروفه الزمن الردي، سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها، كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي. علي بن الحسين الأكبر شهيد كربلاء، وعلي من ذؤابة هاشم، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفدي من ريحانة ريانة جفت بحر ضمان وحر مهندي، جمع الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يا رد موسى إلى أمه، يا رد يوسف إلى يعقوب، أردد علي ولدي علي، والله دخلت الخيمة هالغريبة تبكي وعلى ابني عمريبة، وتوسلت لله بحبيبه وبالحسين وش ما بيه مصيبة، إلهي بعطش يا أبي عبد الله، بغربة يا أبي عبد الله، يا رائد يا رائد
يوسف من مغيب مغيب اليعقوب ومسك النحيب انا اريد ان علي سالم تجيب. استجاب الله دعاء الام، عاد علي ولكن باي طريق عاد، رجعته كانت اصعب على قلب الحسين من ذهابه، عاد منهكا عطشانا أبابا، هل لي من شربة أتقوى بها، العطش قد أجهدني، ثقل الحديد أجهدني، والعطش قد أضربي. شو يقول للحسين؟ يقول له بني اصبر، يسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا، يشربك من حوض الكوثر يا ابني، اصبر بني، ولكن قبل أن تذهب إلى جهاد عدوك ادخل إلى أمك ليلى، ترى أمك بخيمتها وكانت تدعو لك، ادخل إلى أمك. دخل إليها شافها مغشي عليها مطروحة على الأرض في وسط الخيمة، جلس شال رأسها وخلاه بحجره، صار يبكي ودموعه تتحادر على خدي أمه. فتحت عينيها على دموع ولدها، شافت قمرها أمامها، شافت نورها أمامها، قالت أهلا بك يا نور عيني، بني أهلا بعودتك يا فلذة كبدي. قال لها أماه ليلى، ما هذا الجزع، ما هذا البكاء؟ أماه انظري إلى هذه النسوة، هذه فقدت ولدها، تلك فقدت أخاها، تلك فقدت أباها، أماه ماذا تقولين لفاطمة الزهراء يوم القيامة إذا سألتك يا ليلى لماذا بخلت بولدك الحسين، بولدك علي الأكبر، ماذا تقولي؟ قالت له يا ابني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء، ولكن بني قبل أن تذهب ما عود أشوفك، أريد استأنس بجمالك، استأنس بمنظرك يا نور عيني، قم وامشي أمامي. جعل يمشي أمامها، تقول له يا ابني يا ابني من الوالد يا ابني، وانت وانت رجاه، والله والوالدة يا ابني تطلب رباها، يا ابني يا ابني انطف عيني، عيني ضوى. خرج نحو المشرعة، نعم خرج نحو المعركة، مرة بن منقذ العبد يراقبه، حمل رمحا حادة وكمن له، قال علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام ولم أثكل أباه به. فمر علي من أمامه فضربه بالرمح من خلفه، فوقع في وسط ظهره فكسر ظهره. أيوا علي أمام، لم يعد يتمكن أن يستوي على صهوة حصانه، فاعتنق الجواد. الجواد وين راح بيه؟ بدل ما يروح نحو مخيم الحسين توجه نحو مخيم الأعداء، فمالوا عليه بسيوفهم فقطعوه إربا إربا. نادى أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله، سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا، بويه أنا ما عدت عطشان، بويه برد قلبك ترى قلبي برد. قام الحسين توجه إليه، وصل إليه رآه بحالة الله، نام بجنبه، وضع خده على خده، قل له يا ابني يا ابني من عدل راح
راسك ورجليك يا ابني من غمض عيونك واسبل ايديك يا نور العين كل سيف الوصليك قطع قلبي قطع قلبي يا ابني ولا عند حشاي يوصل حضر عندك علي جندك علي جدك حضر عندك حضر عندك علي جندك علي جدك حضر عندك سميك يا علي الأكبر ينوح مصرعك حيدر يشمك من دم المنحر علي جدك سميك يا علي الأكبر ينوح مصرعك حيدر يشمك من دم المنحر علي جدك يا الأكبر بالحرب لمن طحت مجروح حضر عندك علي وشافك جسد مطروح انحنى وينظر جسم دامي ونحر مذبوح قعد يم الجسد يحسب طعن وجروح شهق شهقة حزن ويصب دمع مسفوح عجيب اللي فتح خيبر يون وينوح الجفن ينبوع يصب دموع يصب دموع الجفن ينبوع قعد يمك يشم جسمك يشم جسمك قعد يمك يصد لجروحك بعبره يعد كم طعنة كم طبرة كبتة تستعر جمرة مثل كبدك مثل كبدك يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله تقبل منا هذا القليل اللهم صل على محمد وآله وعلى أنبيائك ورسلك وأوليائك وأصفيائك يا الله ووحد كلمتنا ووحد صفوفنا يا الله اجعل هذا البلد آمنا واجعل أبناء هذا البلد متحابين متقاربين بمنك وعفوك وحنانك يا الله اللهم أدم هذه النعمة علينا نعمة المحبة والإلفة يا كريم تقبل أعمالنا بأحسن قبولك دولة الرئيس تقبل اللهم عمله وعمل حرمه وارحم أمواته وأموات حرمه وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما الشهداء والصديقين والأولياء والمؤمنين إلى الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات